يتم تنظيم هذه المسابقة في طبعتها الأولى بمشاركة طباخين وعارضين للحلويات التقليدية والعصرية كما سبق وقلت هنا بالقنار بيش بإشراف ومتابعة للجنة تحكيم وقرة أقول تلة من الطباخين والمتميزين في مجالهم. في مقدمتهم السيدة رئيسة لجنة التحكيم غبريوت دليلة وأيضا الأستاذ السيد عباس عبد خالدي شلوش رئيس المكتب الولائي الجيجي للجمعية الوطنية السياحية كنوز الجزائر. المسابقة الوطنية للطبخ في طبعتها الأولى بولاية جيجل تدخل في إطار الحفاظ على المورود الثقافي الجزائري وإبرازه وحمايته من الانتطار والزوال. لدينا 16 مشاركا في اختصاص الطبخ واختصاص الحلويات من عدة ولايات في ربوع الوطن. طبعا المنظم الجمعية الوطنية السياحية كنوز الجزائر، المكتب الولائي جيجل، الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية، المكتب الولائي جيجل، بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية جيجل وحتى وتحت الرعاية السامية لوالي ولاية جيجل. نشكر يعني الجمعية اللي احتضنت نظمت يعني هذا المسابقة اللي راح تخلي بزاف من الهوات يعني هوات الطبخ وخاصة النساء يعني باش يكشفوا عن المهارات والإبداعات نتاعهم في المجال. فوتنا عليهم الله يبارك، شفنا لي كاطو تاعهم ما شاء الله، كل واحد تم الإبداع تاعو، كل واحد دار اللمسة تاعو، كانوا في المستوى. لقشي ودا جيت من قسنطينة، جيت نشارك في هذه المبادرة اللي داروها لنا، وجيت جبت مجموعة من الحلويات التقليدية وعصرية، من بيناتهم بقلاوة، قطايف، طمينة اللوز، الجوز. الحمد لله تحصلنا على جائزة. بوشمال صبرينا من مدينة قسنطينة، جيت لمدينة جيجل للمشاركة في مسابقة الطبخ، والحمد لله جبنا قائمة قسنطينية اللي هي جاري فريك، شخشوخة، دفر، تاجين شباح، تاجين زيتون، تاجين رخام، والحمد لله الحمد لله فزنا، والحمد لله الحمد لله. شكرا. شوخة درت زبيطي، درت المعارك، الرفيس، البراج، وهذا مكان، وان شاء الله نكونوا في التوفيق ان شاء الله في النجاح.